معرض إسنار 2016 يعد الأكبر معارض العالم في مجال الأمن والسلامة. نحن فخورين بهذا الشيء وهذا الإنجاز اللي تحقق. كنا نسعى أن يكون وخططنا أن يكون عام 2020 هو يعني نصل إلى المركز الأول. نحن اليوم بحث قيادتنا وبالرغبة اللي موجودة عند اللجنة العليا المنظمة استطعنا في 2016 أن نحقق هدف اللي كان متوقع في 2020. مؤتمر السلامة الصحي المهنية الشرق الأوسط المصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2016. من شعار المؤتمر وقاية سلامة وأمن. المؤتمر يغطي محاور رئيسية تركز على خدمات الصحة المهنية لتجنب العمال المخاطر وإصابات المهنية، بالإضافة لأنظمة ومعايير السلامة الصحي المهنية وتجارب دول الدولية المشاركة في كمتحدثين في المؤتمر. The successful partnership between Reed Exhibitions and the UAE Minister of Interior proved to be one of the most successful histories we can talk about, where we could together successfully take Isnr since 2008 to become the world's leading homeland security exhibition.